فتح مسؤول نادي الإسماعيلي باب المفاوضات مع أحمد عادل ميسي لاعب مصر المقاصة تمهيدا للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناء على رغبة إيهاب جلال المدير الفني للفريق. ورحب اللاعب بالانتقال للدراويش شريطة إتمام المفاوضات مع ناديه بنجاح. ويرى إيهاب جلال أن ميسي لاعب متميز ولديه إمكانيات متميزة تناسب طريقة لعب الدراويش، كما أنه سعى لضمه للزمالك أبان تدريبه للفريق الأبيض لولا فشل الصفقة، وتكرر الأمر أبان تدريبه للمصري البورسعيدي حيث فشلت الصفقة أيضا. ولفت أحمد عادل ميسي الأنظار في مواجهة الإسماعيلي والمقاصة الأخيرة بعدما سجل هدفا بمجهود فردي نال إعجاب الجميع، بالإضافة لتحركاته المتميزة ولمساته السحرية طوال المباراة. ويرتبط ميسي بتعاقد ممتد مع مصر المقاصة لمدة 3 مواسم قادمة. وثقة جمهور الإسماعيلي لا تنتهي مع إيهاب جلال واختياراته لتطوير أداء فريق الإسماعيلي والمنافسة على البطولات.